دلوقتي هنقابل سعد بسيوني مدير الإنتاج في بافلو برجر، هو مسؤول عن التشغيل وتقديم حوالي 40 مدخل إنتاجي لفروع بافلو برجر. المصنع ده مهمته باختصار شديد جدا يوفر كل احتياجات الفروع اللي بتتحط داخل الساندويتش. مظبوط. طيب انت بتحول الساندويتش لقنبله، يعني المفروض يبقى شعاره كده الجدع يخلصه. الاختراعات دي بقى بتتعمل ازاي؟ يعني ايه بصل محشي جبنه؟ بصل محشي جبنه ده اختراع، يعني اوردر جديد موجود مشبع بياخد شغل كتير، بس في الاخر هو بيدي نتيجه كويسه مش متوفره عند حد. لا وطعم مختلف. مختلف. تاخد الساندوتش لحته تانية. بالظبط. وهتلاقي كل حاجه وليها انطباع معين. يعني دبل جاب ده موتزاريلا بيكون، حاجه مختلفه خالص، حاجه مشبعه لوحدها. جوه الساندوتش معاها حاجات تانية كتير، مشروم فريش، كريسبي اونيون، صوصات بتاعت بافلو. الجدع يخلص سندوتش بافلو برجر ده. بالظبط. طب ليه بتجمده بقى؟ ليه بتدخل تجمده ماينس 45؟ عايز افهم. دي حاجه اسمها تجميد سريع. تجميد سريع ده اي منتج فروزن، علشان اقدر احافظ على المنتج، خلاص يخش التجميد صدمة على طول. صدمة على طول. اتشوك. مجرد ما بيخش التجميد في خلال من 45 دقيقة لساعة بيكون المنتج ده جامد. ابتدي اخزن في التجميد الطبيعي، هو كده المنتج جامد. اولا احتفظ بالقوام بتاع الكوتينج اللي عليه، كل القيمة الجزيئية فيه موجودة، ما فيهوش اي مشكلة في اي حاجة، في نفس الوقت يوصل للفرع اكنه لسه متجهز. عجبني جدا طعم الصوصات بتاعتكم وانفرادكم بصوصات خاصة ببافلو برجر. مظبوط. بنخترعه في قد ايه ده؟ يعني بنقعد نشتغل عليه ازاي؟ كتير جدا. في حاجات ممكن تقعد معانا وقت كتير جدا عشان نوصل للمنتج اللي احنا عايزينه. بنوصل للطعم المستساغ اللي غير شكل الساندوتش. بالظبط. لان ده حاجة اساسية، حاجة اساسية في طعم الساندوتش، وده بيودي الساندوتش في حتة تانية خالص.